ينضم إلينا الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور فرج، يعني بعد التحية، مصر بتؤكد يوم بعد يوم الحضور الإفريقي أو حضور الدائرة الإفريقية، يعني المتأمل لزيارات السيد الرئيس حوالي أكثر من ثلث زيارات السيد الرئيس السيسي الخارجية 35% إلى دول القارة الإفريقية. أهمية المشاركة اليوم في هذه القمة، قمة نيروبي، ودلالة الحضور المصري إفريقيا. بداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. حقيقة يعني الأهمية تكمن في استكمال الدور المصري لإعلاء الدور الأفريقي والمطالبة بحق أفريقيا في التنمية ومواجهة تداعيات المناخ وتداعيات الناتجة عن النظام الاقتصادي العالمي الحالي ومطالبات الجانب الأفريقي كله. يعني مصر احنا بنشوفها يمكن في المحافل الدولية، كان مؤخرا في أقل من شهر كنا شفنا قمة باريس. في مطالبات من الجانب المصري للقارة الأفريقية ككل، مش بس مطالبات لمصر، وده تكمن الأهمية فيه أنه مصر دائما هي البوابة الرئيسية للتنمية الأساسية في الدول الأفريقية، الدول الأفريقية كافة. يعني خصوصا انه في من الدول الافريقيه ومنها مصر لديها من التجارب التنمويه اللي من الممكن التعويل عليها دوليا والحصول على تمويلات طويله الاجل منخفضه التكلفه تعزز من فرص التنميه والانماء والحد من الفقر. ويمكن ده احد الجوانب اللي هتتطرق اليها القمه حاليا. كمان بيتاكد او من وجهه نظري انه القمه في دورتها الحالية بتؤكد على إعلاء الصوت الأفريقي وتجنب أي نزاعات موجودة ما بين الدول الأفريقية. صحيح. وإعلاء المشاركة والدفع بسبل تمويل منخفض التكلفة عن طريق بعض المؤسسات الدولية الأفريقية الخالصة، بحيث أنه يكون في فرصة حقيقية لإحداث معدلات نمو مرجوة والحد من انتشار الفقر او المجاعات او النزاعات العرقيه اللي ممكن تكون كانت موجوده في فتره من الفترات او قد تنشب في بعض الاوقات. يعني القمه عنوانها الاساسي دكتور فرج عنوان اقتصادي، لكن لا يمكن ان تغيب القضايا السياسيه، خاصه ان القضايا التي تتعلق بالسلم والامن الافريقيين بشكل كبير، النزاعات الموجوده في السودان او الصومال او دول الساحل والصحراء. البعد او الظل السياسي لهذه القمه كيف تقراه؟ اكيد هو انا الدافع الاساسي في اعتقادي هو التحرك الاقتصادي. صحيح. لانه اي صراع بينشب ما بين حتى الدول وبعضها، ما بين الاعراق اللي موجوده في بعض الدول وبعضها، هو الدافع الاساسي منها هو تدني مستويات الخدمه، تدني مستويات الدخول، وبالتالي بينشب الصراع وبتنشب الازمات السياسيه اللي موجوده. عشان كده اذا توصلت القاده او توصلوا القاده الافارقه لاطار حاكم واطار عام لسبل تمويل منخفضه التكلفه والحصول على تمويلات دوليه كتعويض من المؤسسات الدوليه والدول المتقدمه نتيجه للممارسات البيئيه الغير عادله، خصوصا احنا بنتكلم ان الدول الناميه ومنها الدول الافريقيه او القاره الافريقيه تعد المتنفس الرئيسي للكوكب كله. وبالتالي الاثر البالغ من التوسع في الناتج المحلي الاجمالي للعالم كله خصوصا للدول الثمانيه الكبار بيقع بنسبه تتخطى 80% على الدول الافريقيه وعلى القاره الافريقيه. وبالتالي هنا المفروض انه يكون في على المستوى الدولي اطار حاكم، وده مش هيحصل الا باعلاء الصوت الافريقي والمطالبه. صحيح. الحقيقيه الفعاله بالدفع بسبل تمويل منخفضه التكلفه ومنعدمه التكلفه، وكمان منح لا ترد ومنح حديث الجانب عشان نقدر نعوض. صحيح. في القاره الافريقيه التداعيات المناخيه البالغه الاثر اقتصاديا، واللي ممكن بعد كده تسبب نزاعات وتسبب ازمات سياسيه في دول كثيره في القاره الافريقيه. اذا احنا امام مطالبه دوليه افريقيه خالصه، اعلاء للدور الافريقي في المرحله اللي جايه في اقتصاد العالم، في السياسه الدوليه العالميه. احنا زي ما احنا بنتابع خلال 50 سنه اللي فاتت
بنلاقي انه مراكز القوه والثقل العالمي بيتركز في منطقه الشرق الاوسط وفي القلب مصر، بنتكلم على تركز في جنوب شرق اسيا وبتقود الصين، تركز في القاره الاسيويه بشكل عام وبتقود روسيا، بنلاقي انه في هناك تركز في القاره الاوروبيه ومركزها المانيا، بالاضافه طبعا لامريكا و المراكز الموجوده في العالم. اذا جاء الدور اللي موجود او الدور اللي المفروض ان الدوله الافريقيه تلعب دور بالغ الاهميه، خصوصا ان هي منبع الثروات ومنبع المواد الخام اللي بتعتمد فيها. وده بيترجم دكتور فرج، بيترجم في الاجنده الطموحه، اجنده افريقيا للتنميه المستدامه 2063، التي تشمل محاور عديده فيما يتعلق بالصحه والتعليم والبنيه التحتيه والتكامل القاري والتجاري ما بين الدول القاره. بعين الخبير في الشان الافريقي، ابرز المعوقات التي تقف امام تحقيق هذا التكامل القاري الاقتصادي وهذا الحلم المنشود من يعني سنوات عديده ان يحدث تكامل اقتصادي ما بين دول القاره؟ انا في اعتقادي الدافع الاساسي، التحدي الرئيسي هو نشوف بعض الصراعات اللي ممكن تكون موجوده لها ذرائع موجوده في بعض الدول انها تتطور وتاثر على محيط هذه الدول. دي الركيزه الاساسيه، وفي اعتقادي الشخصي هي اللي اعتمدت عليها الدول المتقدمه في تفرقه الصوت الافريقي خلال 50 سنه فاتت او اكثر. يعني احنا بنتكلم على دور بالغ الاهميه من حيث الموارد ومن حيث الامكانات الكامنه في الاقتصاد الافريقي، ولكن لم تكتشف بعد. عندنا موارد تصدر بشكل خام على مستوى القاره، عندنا احتياجات لمتطلبات لتمويل عالي التكنولوجيا، و يعني مطالبات بدمج الاقتصاد الافريقي بشكل اكثر عداله في الاقتصاد الدولي، ما يكونش هو صحيح فقط سوق من ناحيه وفقط هو مصدر للموارد من ناحيه. اذا التحدي الرئيسي في وجهه نظري هو النزاعات اللي ممكن تنشب او تؤججها بعض الدول اللي مش هيكون في صالحها اعلاء الدور الافريقي، بالاضافه طبعا للتحدي الرئيسي الاقتصادي القادم في اعتقادي هو الحراك العالمي او التحركات اللي احنا بنرصدها مؤخرا بعد حرب اوكرانيا وروسيا من تكتلات اقتصاديه قد تؤدي بشكل او باخر الى زعزعه النظام المالي والنقدي اللي هيأثر بالتبعيه على أفريقيا. بعض الدول المؤثره في افريقيا، واحنا شفنا مؤخرا حتى دكتور فرج يعني حركه، عفوا المقاطعه، حركه التباطؤ الاقتصادي عالميا اثرت او القت بظلال يعني كبيره على الاقتصاد الافريقي بشكل عام. هو ده انا كثيرا منها بالتحديد. نعم احنا لو على سبيل المثال احنا مؤخرا الفدرالي الامريكي رفع الفائده اكثر من 5 مرات متتاليه، لمجرد رفع الفائده في الولايات المتحده الامريكيه ادى بشكل كبير الى تخرج رؤوس الاموال من صحيح. دول افريقيه كثيره، اثر بشكل كبير على معدلات التضخم، رغم ان معدلات التضخم الاثر بتاعها اللي موجود في الدول الافريقيه يعني مضاعف او بنقول عليه اضعاف الاثر اللي موجود في الدول اللي حصل فيها ارتفاع اسعار الفائده. عشان كده بيكون التذبذب لو على سبيل المثال 1% انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي لدول متقدمه، هنلاقي ان الاثر يتجاوز ال 4% في الدول الافريقيه في المتوسط. اذا احنا عندنا الاثر مبالغ، وده طبعا ليه انعكاسات على المستوى الكلي للدول الافريقيه وعلى مستوى القاره ككل. اذا التحدي يكمن في ان التذبذب الاقتصادي العالمي بيؤثر بشكل كبير على خطط التنميه اللي موجوده في الدول الافريقيه اللي ممكن تكون هي النواه الاساسيه للتنميه الحقيقيه. برايك وتقديرك، الدور المصري لنقل الصوت الافريقي الواحد وتمثيل هذا الصوت في المحافل الدولية، يعني دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي فرصة وفي أي تمثيل لأي محفل دولي دائما يعني القضايا الإفريقية تكون حاضرة في خطابه السياسي، دائما هناك تأكيد على أهمية هذه القارة وأهمية إيلاء المزيد من الرعاية لها وتقديم المساعدات الاقتصادية لها. كيفية أن يكون هناك صوت إفريقي موحد ودور القاهرة في نقل هذا الصوت في كافة المحافل الدولية؟ بكل تأكيد وبدون أدنى مبالغة أنه القاهرة هي الباب الرئيسي لأي تطوير أو أي تطور في ملف العلاقات الأفريقية العالمية. صحيح. يعني احنا بنشوف بنرصد خلال السنوات اللي فاتت
انه العديد من المبادرات التنمويه كان مقرها القاهره. صحيح. وبعد كده بتنتقل الى العواصم الافريقيه، وخصوصا ان الاشقاء الافارقه بيشوفوا ان مصر هي البوابه الرئيسيه للعالم كله. وكذلك الامر العالم كله لما بيجي يخش من الناحيه الاقتصاديه او استثمارات بيبص على وضع القاهره وبيشوف علاقه القاهره بالدول الافريقيه عامله ازاي، عشان كده يقدر يحكم هل هيستمر في السوق الافريقي، هل هو هيزود من حجم استثماراته وتواجده الى اخره، وبالتالي ده دافع بشكل اساسي الى اعلاء الدور والكلمه الافريقيه في الوقت الراهن والمستقبلي، وده يمكن اللي زي ما حضرتك تفضلت دائما وابدا موجود على القاده المصريين والقياده السياسيه بالمطالبه بحقوق الافارقه وحقوق القاره الافريقيه من حيث التنميه والدفع ب المطالبه بتمويلات عادله وتمويلات يعني تحد من تداعيات التلوث وتغيرات المناخ. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي، كنت معنا هاتفيا.